شارك وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمجموعة من الاجتماعات نظمها اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي ماديف انترناشونال الذي يضم 7100 شركة فرنسية من مختلف القطاعات و85 مجلس أعمال. وشملت اجتماعات رئيس الهيئة لقاء موسعا مع 30 شركة فرنسية في مقر اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي للترويج لمناخ الاستثمار في مصر وعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما عقد جلسات متخصصة في قطاعات الهيدروجين والقطاع المالي.